نحيا بهداه وشراعته شبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد فضل دوام حفظ للكتاب مجملا، ثم الصلاة والسلام دائما على النبي هاديا معلما محمد وآله وصحبه من حافظوا دوما على قرآنه. وبعد، إن قارئ القرآن يقرأ ويرقى درج الجنان في جنة الفردوس مع من اصطفي بقوله بفاطر فقد كفي. يكفيه هذا العز من ربه مشفع وشافع في أهله وكل من أحبه من صحبه، فعشرة فازوا رضا بقربه. فاحفظ تنل هذا العطاء كله، فرض كفاية بحكم حفظه وفرض عين قد رووا أحكامه. والشرط في أن تكثر ترداده لكي تكون ماهرا يا قارئ القرآن، لكي تكون ماهرا يا قارئ في نص أهل العلم والأخيار، تفز بذا يا تالي الكتاب وتدخلا في رحمة الوهاب. حياكم الله أيها الإخوة الكرام في كل مكان في مطلع هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم الميسر في التلاوة، والذي يأتيكم عبر قناة زاد الفضائية، والتي نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. فكونوا معنا بعد هذا الفاصل في أولى فقراتنا، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشراعته شبا شبانا وفتيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد بدأنا معكم أيها الإخوة الكرام في قضايا مهمة جدا في النواحي التطبيقية، وبدأنا معكم في مقدمة للحون الجلية وكذلك الخفية، واستعرضنا في الحلقة الماضية بعضا يسيرا أو جزءا يسيرا من هذه الأخطاء. وعلماء التجويد رحمهم الله تعالى من سلف وحفظ الله وأدام عليه صحته وعافيته من كان حيا منهم، ذكروا هذا الأمر في باب التحذيرات، تجدونه في كتب التجويد في باب التحذيرات. وقد صدرنا في الحلقة الماضية بيت الشعر الذي يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ومن لم يعرف الشر وقع فيه. لكن العلماء رحمهم الله، علماء التجويد، يذكرون مسألة مهمة، وهي ماذا؟ أنه الإنسان بإذن الله عز وجل لن يأثم، وخاصة أنه لا يتعمد الخطأ. لكن العلماء فصلوا في قضية اللحون في سورة الفاتحة، في قضية اللحون وخاصة اللحون الجلية في سورة الفاتحة، قد يترتب عليها بعض الأحكام الخطيرة إن لم يسعى المسلم إلى تصحيح هذه الأخطاء. تعالوا معنا في هذا المشوار القصير والعمر المديد لنا ولكم بإذن الله عز وجل على طاعته، نستعرض جانبا آخر من هذه اللحون حتى نتجنبها. فمن لم يجد في نفسه هذه الأخطاء فليحمد الله سبحانه وتعالى، ومن كانت عنده مثل هذه الأخطاء فليتدرب. إذن كيف سنصل أن نكون في المرتبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الماهر بالقرآن، مع السفر الكرام البررة؟ اللهم اجعلنا وإياكم منهم ومعهم. فكيف تصل إلى هذه المرتبة؟ لابد من المجاهدة والمصابرة والمثابرة في تعلم وترداد كتاب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين في كل أوقات وفي كل التلاوات وكذلك في كل الأفعال. تعالوا نستعرض معكم هذه الشرائح على عجالة فيما يتعلق في
تصنيف اللحوم. يمكن بعض اللحوم الجلية أن تقع، يمكن أن تقع في الحروف، وكذلك في الكلمات، وكذلك في الحركات والسكنات. هذا من باب التصنيف، من باب التصنيف وتبويب الأمور على نصابها. القسم الأول كما نرى في هذه الشريحة، القسم الأول مثل إبدال حرف مكان حرف، إبدال حرف مكان حرف. مثلا كأن يبدل الضاد طاء في قوله، مثلا في قوله تعالى: فمن اضطر، فقد يقرأها متعجلا ولا يعطي الزمن المقدر للضاد ثم الطاء، فقد يقرأها البعض فمن اضطر، فمن اضطر، وهذا خطأ. والصواب والله أعلم: فمن اضطر، فمن اضطر، تذكر الضاد ثم الطاء منفصلة. المثال الآخر أيضا: قد يبدل البعض الثاء سين في قوله ثيبات، نرجع للشريحة السابقة، في قوله ثيبات قد يقرأها سين سيبات، وهذا لحن جلي قد يؤثر أو يؤثر حتما على المعنى، فثيبات غير كلمة سيبات. كذلك إبدال الذال زايا في قوله الذين، فقد تبدل زايا وتقال الذين، وهذا خطأ لحن جلي بأمر الله وبإذن الله يستطيع الإنسان بسهولة أن يتجنبها إذا عرف مخرج الذال، ذا، إذ، وهكذا، الذين، وتحتاج إلى تدريب. كذلك كما نرى في هذه الشريحة، إبدال حرف أيضا مكان حرف، مثل إبدال التاء طاء، انتبه إلى هذا، مثلا إبدال التاء طاء، قد يقرأ المسطى، المسطى، المستقيم، وهذا خطأ تبعا للهجة، كما سيأتي بيان أسباب هذه اللحون في حلقات قادمة بإذن الله عز وجل. والصحيح أن نقول المستقيم، المستقيم. فالتاء من حروف الترقيق، وإذا قلبت، إذا فخمت التاء، إذا بالغت في تفخيم التاء أصبحت طاء، المسطى، وهذا خطأ والمعنى اختلف تماما. كذلك المثال التالي: إبدال السين صادا، كأن يقول المسطى، المستقيم، المستقيم، وهذا غير صحيح، وهي رسمت بالسين، المست، المستقيم، لأنه بالغ في تفخيم السين. كذلك كما نرى زيادة حرف على أصل الكلمة، وهذا خطير، وهذا من باب أيضا اللحون الجلية، زيادة الألف بعد اللام، ولا تسألن، يقرأها ماذا البعض؟ ولا تسألن، وهذا غير صحيح، لأن اللام في ولا تسألن لام توكيدية، وإذا أشبعت الفتحة، إذا أشبعت الفتحة أصبحت ألفا فتغير المعنى، ولا تسألن أصبحت نافية، وهذا خلاف المعنى لا يصح. كذلك زيادة الواو بداية الكلام، قد يتعجل البعض، مثلا في قوله تعالى إذ قال، فيتعجل وإذ قال، وإذ قال، أو يزيد حرف الفاء في بداية الكلام كذلك من التعجل، في قوله تعالى مثلا ترميهم، ترميهم، فيقرأ فترميهم، وهكذا. فهذه من أبواب اللحون الجلية. كذلك كذلك على عجالة، قد أيضا من الأمثلة على اللحون الجلية التي قد تقع إنقاص الفاء بداية الكلام لعدم إعطاء الوقت الزمني أو القدر الزمني للحروف، مثلا فإذا جاءت، فيقرأها ماذا؟ إذا جاءت، إذا جاءت، وهكذا. فالأصل أن تعطي مخرج الفاء حقها، فتقول فإذا، فإذا جاءت، وهكذا. كذلك إنقاص الألف في قوله تعالى
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قد يقصر أو عفوا قد لا يمد المد الطبيعي ولا 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 تموتن، فتنقلب إلى ماذا؟ تنقلب إلى فتحة، ولا تموتن، ولا تموتن اختلف المعنى تماما، ولا تموتن إلا فاختلف المعنى. والصحيح أن نعطي القدر الزمني للمد الطبيعي ولا تموتن. كذلك في قوله تعالى قد تنقص الألف لا يحطمنكم، لا يحطمنكم، فهي رسمت هكذا، فالبعض قد يتعجل ولا يمد المد الطبيعي فيقول لا يحطمنكم، وهذا غير صحيح، وهذا من باب اللحون الجلية. لعلنا نذكر هذه الأمثلة بهذا الزخم، وهي الحقيقة يا إخواني الكرام من خلال تجربتنا وفي دورات التجويد وفي حلقات التحفيظ كذلك يقع فيها الكثير، لكن المعول بعد توفيق الله سبحانه وتعالى الإنسان يكثر كما ذكرنا في المقدمة المنظومة التي ذكرناها للشيخ سعيد العنبتاوي رحمه الله في هذا في مقدمة الجزرية، فالترداد ومحاولة ترداد الصواب في هذا الأمر. كذلك من الأمثلة يا إخواني اللحون الخفية، الآن نأتي إلى القسم الآخر، القسم الآخر وهو اللحون الخفية، وذكرنا في الحلقة الماضية أن اللحن الخفي لا يحصل في مبنى الكلمة، ولكنه يحصل إما في النوع الأول الذي يعرفه عامة القراء، وهناك نوع متخصص رسمناه بلون مميز لا يعرفه إلا المهرة من المقرئين. سنتحدث عن النوع الأول وجزء يسير من النوع الثاني في هذه الأمثلة. مثلا النوع الأول وذكرنا هذا، وكثير من يقع في هذا، مثلا يقع في ترك الإدغام أو الإقلاب أو الإخفاء أو ترك غنة الإدغام أو ترك غنة الإقلاب والإخفاء. مثلا من يقرأ قوله تعالى من يعمل، فقد يتعجل ولا يعطيها القدر الزمني فيقرأها ماذا؟ من، إما أن يقرأها خطأ من يعمل لم يحصل الإدغام، أو أنه لم يحقق غنة الإدغام، حركتين من يعمل، ولاحظوا التزامن بين الغنة وما بين الإدغام، ولا نقول من يعمل ميو، لا، الحقيقة هذا غير صحيح، التزامن ما بين الغنة وما بين الإدغام، من يعمل من واق، وهكذا. كذلك في الإقلاب من بعد خطأ، طيب من بعد خطأ، الصحيح أنك تقلب هذا النون الساكنة إلى ميم إذا جاء بعدها باء، وتغنها بمقدار حركتين من بعد من بعد، وهكذا. كذلك من الأمثلة، وهذا يقع فيه كثير من إخواننا الكرام الذين يقرؤون كتاب الله، تفخيم المرقق وترقيق المفخم، أحذرنا هذا من ماذا؟ مثل كلمة تخويفة مرققة، خاء مفخمة، تخويفة، فقد يقرأ البعض ط تخويفة خطأ، وقد يقرأ البعض بترقيق الخاء لأنها مجاورة للتاء المرققة، يقرأ إيش؟ تخويفة، وهذا خطأ. والصحيح تخ تخ، التاء مرققة والخاء كذلك ماذا؟ والخاء مفخمة. كذلك من الأمثلة تخفيف المشدد، مثلا في قوله تعالى الجان، سواء في حال الوصل أو في حال الوقف، مثلا إذا وقفنا على كلمة الجان نقرأ الجان، وإذا وصلناها كذلك نفس الحال، الخطأ أن نقرأ أن نقرأها ماذا؟ الجان بغير غنة، وهذا غير صحيح، لأن هذا الحرف حرف مشدد. كذلك من الأمثلة أيضا
قصر الممدود ومد المقصور، وهذا ذكرناه في باب المدود، مثلا قوله جاءت، فذكرناه له مقدار زمني هذا المد الواجب، الأصل فيه من 4 إلى 5 حركات، فلا نقرأ مثلا جاءت، هذا خطأ. كذلك كلمة الصراط، الصراط مد طبيعي، فلا نقصر فلا نمده أقل من المد الطبيعي الصراط، الصراط لا، ولا نمده مبالغة في الصراط في حال الوصل، في حال الوصل ما نقرأه أكثر من المد الطبيعي. كذلك أيضا من الأمثلة إخواني الكرام هذا النوع، وهذا كثير شائع بين الإخوة الكرام، نطق الضمة التي بعدها سكون حركة بين الضمة والفتحة في قوله تعالى كنتم. الآن لاحظوا في اللون الأحمر الكاف مضمومة وبعدها النون ساكنة، فلا نقرأ كو كو ولا هو هم، نحقق علاجها كما ترون مراعاة ضم الشفتين عند كل ضمة بعدها سكون، فنقرأها لو تسلط الشاشة بارك الله فيك. الآن نقرأ ضم كو وننتقل مباشرة إلى الإخفاء كنتم هكذا، ولا نقول هم هم هم. كذلك صراط مثلا سيأتي الآن الكسرة، مثلا عليكم عليكم كو أصبحت ما بين الضمة وما بين الفتحة، والحقيقة تحقيق الضمة عليكم عليكم. لعلي أكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل عليكم في هذا الأمر، إن كان لنا سعة في هذه الحلقة نكمل هذه الأمثلة حتى لا تمل النفوس من هذه الأمثلة، والآن ننتقل بعد هذا الفاصل بإذن الله عز وجل إلى تلاوة المقرر التلاوة في هذا اليوم واستماع تلاوة الإخوة الكرام، فكونوا معنا. أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا. دروس ومحاضرات، أسئلة وإجابات، نماذج واختبارات، كلها معان تزخر بها أيام الدراسة والامتحانات. أما وقد جاء وقت الإجازة، فإليك هذا السؤال المهم: كيف نستثمر الإجازة فيما يعود علينا نفعه في الدنيا والآخرة؟ هناك مجالات كثيرة ومفيدة، يمكن أن نشتغل بواحد منها أو أن نضرب في كل مجال منها بسهم. فمن هذه المجالات الأعمال الخيرية أو التطوعية، كمساعدة الفقراء وإعانة المحتاجين وكفالة اليتامى ورعاية الأرامل والمساكين، المسابقات الهادفة الدينية منها أو الثقافية كمسابقات حفظ القرآن والحديث، ومسابقات الأدب كالشعر والخطابة وتأليف الرواية وغيرها، الهوايات النافعة الذهنية منها أو البدنية كالقراءة والسباحة وركوب الخيل وصيد الأسماك، الدورات العلمية التخصصية كالمشاركة في دورات الحاسب الآلي أو الخط العربي أو اللغات الأجنبية، فضلاً عن الالتزام بالعبادات اليومية والشعائر الإيمانية من صلاة وذكر ودعاء وتلاوة للقرآن وصلة للأرحام. ولا حرج في أن يروح المرء عن نفسه بسفر أو سياحة أو تنزه مباح، فالمؤمن الموفق صاحب الهمة هو من يحرص على أن يستثمر وقته بما يعود عليه نفعه في الدنيا أو الدين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. قد أنزل ربي القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مجددا في الفقرة التالية وهي فقرة مقرر التلاوة. نستمع إلى هذه الآيات من سورة الغاشية كما وعدناكم، من الآية
السابعة عشر إلى ختم السورة السادسة والعشرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نفعنا الله وإياكم بما تلونا وبما سمعنا، ونسأل الله أن يجعله حجة لنا ولكم يوم القيامة، وأن يجعله في موازين أعمالنا وأعمالكم. التحذيرات في هذه السورة، نحذر تباعا بعد أن نبدأ الآن باستقبال اتصالات إخواننا الكرام، ثم كذلك المقاطع التي أرسلتموها عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا. معنا أخونا أسامة من الجزائر، السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. طيب، لعله على اتصال بعيد، لكن أنا أصلح. جزاك الله خير يا أسامة على هذه التلاوة. لا نقول، وهذا الذي كنت سأحذر منه قبل أن نبدأ الاتصالات، إن ثم إن علينا، إشباع الفتحة، إشباع الفتحة تنقلب إلى ألف، لا نقول ثم إنا علينا، يعني إن أصبحت اختلف المعنى وهي نون توكيدية، ثم إن علينا. طيب، نستمع لتلاوة أخي محمد من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام. استعيذ بالله وابدأ يا محمد. بسم الله. أعوذ. أفلا يوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. محمد. نعم. وإلى ال ما نقول وإلى الج. وإلى الجبال. وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. بالسين. سطحت. سطحت. نعم. سطحت. سطحت. نعم. فذكر إنما أنت مذكر. شد عنه يا محمد. محمد اخرج بنتيجة وفائدة إن شاء الله. فذكر أوكي. إنما يلا شد عنه. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. محمد إلا يلا بارك الله فيك. طيب محمد، الله يرضى عليك على هذه التلاوة الطيبة المباركة. لا نتعجل، نتأنى بالقراءة، وهي محاولة طيبة من محمد. أنا أهيب أنه يشارك الإخوة، ولا يخجل الإنسان من المشاركة، لكن ننتبه كما ذكرنا في مقدمة الحلقة، الأحكام الأساسية تحتاج لمحمد أبنائنا الكرام إلى أن يتدرب على شيخ. الأحكام الأساسية أفلا ينظرون، هذا إخفاء وفي غنة، وهذه لا تأتي إلا
إلا بالدربة. أخي محمد من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بالسين أخي، سطحت بالسين. وإلى الأرض كيف سطحت. سو سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بغن. لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. طيب، الله يجزيك الخير على هذه التلاوة الطيبة، لعلك تستمع إلى بعض النصائح لعلك تستفيد منها إذا سمحت. الله يبارك فيك. مذكر كما قلنا الكسرة ستأتي إن شاء الله، هذا لا نقول مذكر مذكر، حقق الكسرة، مذكر مذكر كذلك، لا نقول إن، نحقق الكسرة مباشرة، إن مباشرة كذلك، ثم لا نقول ضم مباشرة، ثم وهكذا. جزاك الله خير. أخي عبد الرحيم من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. جزاك الله خير على هذه التلاوة، قرأت على رواية ورش، جزاك الله خير، وقراءة وأداء طيب مبارك، ونفع الله بك. نستمع إلى تلاوة أخي من موريتانيا، يحيى. السلام عليكم يحيى. ريثما يأتي معنا يحيى، معنا يحيى من موريتانيا. طيب، نذكر يا أخواني بكلمة سطحت، مجاورة السين كما قلنا للصاد للطاء، مجاورة السين للطاء، الطاء مفخمة وفيها إطباق، فإياك أن تغلبك أو تأكل الحركة لا سطحت. كذلك بمسيطر، على وجه الشاطبية تقرأ بالصاد، من وجه الطيبة، وجه عند وجوه من وجه الطيبة تقرأ بالسين. فالآن الوجه الذي التزمنا به والمرسوم عندنا بالصاد، فنقرأها بمسيطر هذا الأمر. إشباع كذلك كلمة لست، سمعت من الإبن الذي قرأ، إذا أشبعنا الفتحة فصارت لست عليهم، لست عليهم، هذا خطأ، فنعطيها مقدار زمني قليل فنقول لست عليهم بمسيطر. أخي عبد الله من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي ما. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بارك الله فيك، تلاوة طيبة وأداء طيب ونسأل الله أن يكتب أجرك وفي ميزان أعمالك. نستمع الآن إلى بعض المقاطع التي أرسلت إلينا، ومن حق إخواننا نستمع لهذه التلاوات. أخي محمد من السعودية، نستمع لتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ما شاء الله، تلاوة طيبة، وأنا أهيب إنه أبنائنا دائما يستغلوا التقنية ويسجلوا الأصوات ويستمع لتلاوته ويقيم من قبل شيخ وهكذا، أو من قبل يعني من يشرف على تلاوته. جزاك الله خير محمد على هذه التلاوة الطيبة المباركة. نستمع لتلاوة الطفلة حفصة. السلام عليكم، من المغرب. حفصة من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال وإلى الأرض كيف سطحت جبالي فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ما شاء الله، جعلك الله قرة عين لوالديك. أحسنت على هذه التلاوة الطيبة على رواية ورش، ما شاء الله تبارك الله. أخي لطفي من تونس، السلام عليكم. أخي لطفي معنا. طيب، نحذر كلمة الأكبر، الكاف ساكنة وهي من حروف فحثه شخص سكت أو حثه شخص فسكت، فهذه همس، ولا نقول الأكبر. الأكبر خطأ، فنقول الأكبر وهكذا. طيب، نستمع أيضا لتلاوة أخي يحيى من موريتانيا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أخي يحيى. أهلا وسهلا، حياكم الله يا شيخنا. شيخنا برواية ورش. تفضل. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أحسنت، بارك الله فيك على هذه التلاوة الطيبة. كلمة تولى إخواني في رواية ورش تقرأ بالفتح وبالتقليل كما تعلمون، وكذلك مذكر في حال الوصل مذكر، فذكر إنما أنت مذكر لست، فتقرأ بالترقيق في حال الوقف قطعا، حتى في رواية ورش في رواية حفص تقرأ أيضا بالترقيق مذكر. أخي علاء من علاء الدين من الجزائر، السلام عليكم. أخي علاء الدين معنا؟ طيب نستمع لتلاوة أخي محمد من المغرب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بارك الله فيك، جزاك الله خير أخي على هذه التلاوة، لكن انتبه لا أفلا ينظرون، لا الحقيقة ما الطبيعي حركتين يعني قصرا، أفلا ينظرون وهكذا. أخي عمر من السعودية السلام عليكم. أفلا ينظرون، اسمعني من الهاتف مباشرة أخي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. قصر على التلفزيون قصر. اسمعني من الهاتف مباشرة أخي عمر. أيوة تفضل. قصر على التلفاز أخي عمر واسمعني مباشرة من الهاتف، الوقت ضيق. تفضل. طيب أخي زكريا من الجزائر السلام عليكم. السلام. تفضل أخي زكريا. السلام عليكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. بارك الله فيك، جزاك الله خير، جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب الآن هذه الآيات الآن يعني فيها أمثلة من التي ذكرناها، أمثلة من التي ذكرناها، حقق فذكر فذكر وهكذا. طيب نستمع لتلاوة أخي محمد من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ما شاء الله، تلاوة بصوت ما شاء الله تبارك الله، صوت رخم وطيب وأداء طيب، أسأل الله أن ينفع بك أخي محمد. طفلة زهراء من عمان. أيوة نعم الزهراء معنا. زهراء كلمة. أفلا يم أعوذ أعوذ كيف حالك عمي؟ بخير الله يرضى عليك، تفضلي. ألو تفضلي الزهراء، تفضلي اقرأي. أفلا 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 ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت السماء اقرأ وإلى الجبال كيف نصبت أحسنت يا زهراء وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم ما شاء الله مصيفة. طيب الزهراء من عمان ولا من عمان؟ الزهراء إلا من طيب. تولى وكفر طيب الله يرضى عليك ويجعلك قرة عين لوالديك، أسأل الله أن ينفع بك يا رب واجعلك من زهراء من زهرات الجنة يا رب. محمد من المغرب، السلام عليكم أخي. السلام عليكم محمد. ألو. طيب نستمع معنا، تفضل أخي محمد تفضل. ألو السلام عليكم. السلام، تفضل أخي تفضل. أعوذ. عجل يا أخي محمد عجل. طيب لعله غير واضح الصوت. نستمع إلى تلاوة أيضا الأخت أو الطفلة صباح من المغرب. صباح أو صباح تفضل. من الشيطان الرجيم. الأخ صباح أيضا صباح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت عفوا تصليح الاسم صلاح وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. جزاك الله خير أخي صلاح. كان معنا الأخ صلاح من المغرب على هذه التلاوة الطيبة والأداء الطيب المبارك. نستمع أيضا قبل هذا، إن جاء القارئ بالاستعاذة والبسملة فهذا مستحب، إن جاء بالاستعاذة وحدها فهذا شيء يعني هذا الأصل يعني المعتاد. سيأتي بيان هذا إن شاء الله في موضعه في باب الاستعاذة والبسملة. نستمع أيضا إلى تلاوة أخي وليد من إسبانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. طيب أخي وليد خلي تبقى الآيات على الشاشة إذا تكرمتوا الآيات الآن. مذكر إذا وصلتها بما بعدها فتقول فذكر مذكر لست
فهنا يصبح حكم إدغام بغير غنة، لا نقول فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم، لا يوجد سكون، ولا تشبع النون المشددة التوكيدية حتى لا تصبح ألف. إنا لا. شيماء من عمان، السلام عليكم. طفلة شيماء معنا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإذا الجبال كيف نصبت وإلى الجبال لي وإذا الجبال أيوة ما شاء الله كيف نصبت ما شاء الله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ما شاء الله شيماء إلا من شيماء. تولى سنتي. وكفر الله يرضى عليك شيماء أختك الزهراء شيماء طيب الله يرضى عليكم على هذه المشاركة ونسأل الله أن يجعلكم قرة عين لوالديكم اللهم آمين أيضا نستمع لتلاوة أخونا وليد من إسبانيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف لعلها كررت هذه التلاوة لكن من باب ماذا؟ على أساس الخطأ اللي وقع فيه أخونا وليد حتى يتحذر منه طيب نستمع إلى تلاوة الطفلة خولة من بريطانيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر أحسنت بارك الله فيك يا خولة جزاك الله خير على هذه التلاوة والأداء السلس الطيب ما شاء الله لضيق الوقت أحاول أن أستمع إلى قدر أكبر قدر ممكن من تلاوات إخواني عبد الرحمن من السعودية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أحسنت بارك الله فيك لكن انتبه إلى غنة بارك الله فيك طيب من تولى إخفاء حركتين من تولى جزاك الله خير نستمع ياسر من المغرب تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر أخي ياسر جزاك الله خير لكن من السنة الوقوف على رؤوس الآي وكذلك المعنى ولا نقف وإلى الجبال يعني لعله إن شاء الله من السنة الوقوف على رؤوس الآي طيب أخي عبد الإله من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أعوذ سأقرأ برواية ورحمة الله أحسن تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظر
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طيب بارك الله فيك يا أخي عبد الإله، جزاك الله خير، لكن يعني تلاوة طيبة ومباركة. انتبه للهمس، وضح الهمس بزيادة، خلقت وهكذا، بارك الله فيك. طيب أخي حمزة من المغرب نستمع لتلاوته، تفضل. من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. طيب أخي حمزة بارك الله فيك، فيعذبه طيب الله العذاب. حسبك، لست عليهم بمسيطر، هذه فيها إخفاء شفوي، غنته حركتين، غنته حركتين، لست عليهم بمسيطر. طيب جزاك الله خير. أخي ياسر من السويد، السلام عليكم. الله يجزاك بالخير. وإياكم. الله يجزاك بالخير على البرنامج اللي بيشد الشباب بطريقة جيدة. تسلم. الله يجزاك بالخير. تفضل. أحسنت. الله وإياكم. تفضل أخي. أنا سوري من السويدة. تفضل. من السويدة. من السويدة. تفضل. من السويدة. تفضل أخي اقرأ. أعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. أخي ياسر، ذكر إنما أنت مذكر. حسبك أخي ياسر، السلام عليكم. أخي ياسر السلام عليكم. الله يسلمك شيخنا. طيب خذ مني هذه النصيحة حتى لا أطيل عليك الاتصال بعد أن يغلق الاتصال. جزاك الله خير على هذه التلاوة الطيبة المباركة. لا نشبع الفتحة، لا نقول ينظرون كيف، لا، كسرة أو فتحة مباشرة، كيف نصبت كيف وهكذا، فاخطفها خطف. جزاك الله خير. طيب الله يجزاك بالخير شيخنا الفاضل. وياكم يا أخي الكريم. وياك يا أخي، بارك الله فيك. طيب نستمع لأخي يوسف ونختم به ونعتذر للإخوة البقية، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. بارك الله فيك أخي يوسف. فذكر إنما أنت مذكر. حسبك. جزاك الله خير، بارك الله فيك على هذه التلاوة والأداء الطيب. في ختم هذه الحلقة في هذا اليوم نذكر أننا إن شاء الله سبحانه وتعالى سنستمر معكم بعد شهر رمضان المبارك، سيكون لنا ترتيب آخر في رمضان إن شاء الله وبعون الله سبحانه وتعالى، في حلقات ستعلن لكم عبر إعلانات الشاشة. إذن في ختم هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه وإحسانه، والشكر لكم موصول كذلك على حسن مشاركتكم واستماعكم، وأشكر إخواني أيضا في طاقم الاستوديو جميعا، وأدعو لهم بأن يجمعنا وإياهم وإياكم كذلك
في جناته جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يجعلنا وإياكم من الصائمين والقائم فيه والقائمين فيه لوجه الله احتسابا وإخلاصا لله. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، نحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية.